السلام عليكم خوتنا المشاهدين كاملين. شفنا قناة محبوبة والخير اللي دارت مع أطلس تي في. شفنا داك السيد داروا لي واحد الحفلة، وديك الحفلة كان حاضر فيها هو والأب ديالو. وبعد ما كان ما متصورش المفاجأة اللي غيديروا لي محبوبة، حتى صدموه بواحد الهدية في كرتونة محطوطة في واحد الوسط، واحد الهدية اللي كلها ورود، وهو اصلا ما كانش عارف اشنو وسط هذيك الهديه. وملي هز ديك الهديه مصايبه على شكل تليفون، وملي حلا ما لقاش فيها تليفون، لقى فيها مليون ديال الفلوس، 10000 ديال الدرهم. ملي لقاها فرح بها بزاف، وناض باس لهذيك الام ديال محبوبه راسها، وباس لهذاك الحسن حتى راسو، حتى هو راسو، والاب ديالو فرحان، وقالوا هاد العائله دائما واقفه معانا. بعد ما طارت ليا القناه اللي كنت تربح منها الفلوس، جاو هاد العائله ووقفوا معايا هاد الوقفه، وعطاو هذاك الكادو زعما خير منهم، هذاك قيمه داك المليون باش يعاون بها راسو. مع العلم انه خرج واحد قناته وقال انا مات واحد ما عقل عليا، انا حتى واحد ما ساعدني، حتى واحد ما عرفني، ما عطاوني حتى شي حاجه. ولكن اخويا علاش نكرطي هذاك المليون واللي هو موثق، ودابا كيحطوا فيه صحاب القنوات وكاين في قناه محبوبه، بالله عطاوك هذاك المليون. خاص الواحد ما عمرو ينكر الخير، خاص الواحد واخا يبغي يتخاصم مع شي حد ما ينكرش خيره، ويقول انا عمر شي واحد ما عقل عليا، انا واحد الانسان باغي نتزوج، انا واحد الانسان واقف على الزواج، ومن بعد عندي بزاف ديال المصاريف، وكنمشي انايا نطلع ونهبط انايا. ولكن كان عليك وسط هادشي كامل تقولي كنشكر محبوبه لانهم وقفوا معايا وعطاوني واحد المليون ديال الفلوس. بهذه تخلي سمعتك زوينه وما كتبانش بلا كتنكر الخير، حيت حنا شفنا هذاك الفلوس وشديتيهم وفرحتي بهم، وكان معك الاب ديالك وبستي لهم على راسهم، وقلتي لهم ما غنساش هاد الوقفه اللي وقفتوا معايا. راه الواحد خايب ينكر الخير، وحشومه وعيب تاني واحد يولي ينكر الخير اللي خلى داك الايد اللي تمدت ليه. كنقول لك اخويا الله يهديك، الله يهديك، حيت هذاك الفيديو في الحقيقه انا ما كنتش شايفاه، كنت شايفه واحد المفاجاه دارت القناه، دارت الاطلس، وشت بالله عطاوه مليون. ولكن ملي شفتو واحد القناه صغيره من سيدي عدي حطت هذاك الفيديو، وشفت الطريقه باش داروا لك هذاك الكادو، وشفت كيفاش تفاعلتي مع داك المليون، وشفت شحال فرحتي، بقى فيا الحال. قلت علاش هذا الانسان، هاد الناس داروا فيا الخير وخرج ونكر كل شيء، وقال ما عطاوني حتى شيء، ما قال حتى واحد ما عقل عليا، حتى واحد ما ساعدني، انا ما خو حد، انا تا واحد ما خويا، هادشي اللي قال بالفم ديالو. ولكن اخويا الله يهديك، الله يهديك ورد بك. انا مني شفت هذاك الفيديو قلت ضروري غادي نوض نهضر عليه، حيت هذاك الفلوس حتى هي راه فلوس، كاين اللي مسكين ما لقاش حتى 100 درهم، واحد ولي مليون ما عنده كيسوى حتى حاجه لا شيء، راه لا اله الا الله وصافي. كنكتب هذا القدر ومع السلامه، فيديو اخر.